اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم خلطة اللحم بعجين. انا عندي هون بصلة كبيرة فرمتها، وعندي نص كيلو بندورة حمراء، وعندي حامضة برشتها، وعندي فليفلة حمراء متوفرة عندك. انا بحط قبل عادي اخضر، بس كمان هاي نفس الشي بيعطي الطعمة والنكهة هي ذاتها. وعندي نص كيلو لحمة مفرومة على الخشنة. اول شي انا هضيف ملح، ملح اكيد مثل ما بتحبوا، رشة بهار حلو، نخلطهم مع بعضهم كتير منيح لانه البصلة لازم تنخلط قبل ما نحط الباقي. هلا هضيف برش الحامض، برش الحامض بيمنع الزنخة وبيعطي كمان نكهة طيب. هلا هضيف البندورة، حطوا مع بعضهم كمان كتير منيح. برجع بفلون اللحمة، هلا هضيف اللحمة، أنا لحمة غنم مفرومة على الخشنة. بخلطهم كتير منيح. هلا مثل ما شفتوا خلطتنا صارت جاهزة. أهم شي نحط لها برش حامض، تعطيها نكهة كتير طيبة، وجربوها وما بتندموا. والفلايفري كمان تعطيها طعمة طيبة. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.